Stand up, speak up for your human rights. المشاهدين تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج مختطفات. فيما يخص الهجوم الإسرائيلي على غزة، تلقى تلفزيون الأهواز بيانا مشتركا صادر عن منظمة حقوق الإنسان ومركز دراسات الأهواز والمجتمع المدني. جاء فيه: استفاقت الأسرة الدولية بأسرها على عدوان واسع النطاق وغير مسبوق قامت به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الآمن في قطاع غزة. راح ضحيته حتى لحظة إعداد هذا البيان أكثر من 500 قتيل و2000 جريح، الغالبية العظمى منهم من المدنيين وخاصة الأطفال، بالإضافة الحاق أضرار مادية جسيمة بالبنية التحتية وبيوت المواطنين الفلسطينيين الآمنين. إننا نضم صوتنا والذي هو جزء من الصوت العربي الأهوازي المتعاطف مع الشعب الفلسطيني إلى صوت جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية وخاصة تلك المنضوية منها تحت إطار هيئة الأمم المتحدة والتي إدانت هذا العدوان، ونعلن تضامننا مع الشعب الفلسطيني وإلى الأصوات الداعية إلى وقف هذا العدوان وإدانته وإيجاد حل عادل وسلمي للقضية الفلسطينية على ضوء القرارات الدولية، والداعية إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967 والسماح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته فوق أراضيه ومنع أي عدوان مهما كان مصدره ضده. ونطالب البلدان العربية ممثلة بجامعة الدول العربية اتخاذ مواقف حازمة إزاء ما يجري وإدانته بكل قوة وحزم، لأن ما أقدمت عليه إسرائيل من عدوان يندرج في إطار الإبادة البشرية ويعاقب مرتكبيه بموجب القانون الدولي. وفي خبر آخر، أصدرت محكمة الثورة التابعة للنظام الإيراني حكما جائرا لمدة 4.5 سنة بحق السيدة الأهوازية محصومة الكعبي، التي كانت قد سلمت من قبل السلطات السورية إلى النظام الإيراني في شهر سبتمبر من العام الماضي. يذكر أن السيدة محصومة الكعبي مع أبنائها الصغار كانوا قد حصلوا على إذن من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، ومن المفترض أن يغادروا من سوريا إلى أحد البلدان الأوروبية، إلى أن السلطات الأمنية السورية منعتهم من المغادرة، الأمر الذي جعل المؤسسات والمراكز الدولية بإدانة الموقف السوري الإجرامي بحق اللاجئين الأبرياء. ونقرأ مقالا مترجما جاء على جريدة الوطن الكويتية عن جريدة لوس أنجلوس تايمز تحت عنوان: ما هي الأهداف الاستراتيجية للنظام الإيراني في غزة؟ جاء فيه: اقتحم طلاب إيرانيون مجمع السفارة البريطانية في طهران ومزقوا العلم البريطاني ثم رفعوا في مكانه العلم الفلسطيني. وكانت هناك مجموعة دينية إيرانية تسجل أسماء متطوعين للقيام بعمليات انتحارية ضد الإسرائيليين. إن هذا الاستعراض الجماهيري العنيف يستهدف بشكل رئيسي، كما يقول المحللون مؤيدي الحكومة المتشددين في إيران الذين يسعى المسؤولين لكسب تأييدهم قبل الانتخابات الرئاسة الإيرانية في يونيو المقبل. وحول مدى صدقية ادعاءات إيران بإيفاء بشعاراتهم الرنانة التي يطلقونها للدفاع عن الفلسطينيين، تستمر الجريدة بالقول: إن ردود إيران على الهجوم الإسرائيلي في غزة تتسم بمظاهر مسرحية ولا تشكل تهديدا حقيقيا برأي المحللين، وذلك لأن غايتها الرئيسية هي تعزيز قوة أنصار الخط المتشدد في طهران، وليس التمهيد لمواجهة عسكرية من نوع ما مع إسرائيل.
وكان قائد إيران الأعلى علي خامنئي حذر في الدفاع عن الغزاويين من دون أن يدعو لقتل الإسرائيليين. وتنغل الجريدة عن خبراء ومحللون آثار الحرب في غزة على إيران واستغلاله بواسطة النظام الإيراني لأغراض داخلية، حيث تقول: من الواضح أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة كان بمثابة هدية للرئيس أحمد نجاد ودائرة حلفائه المتشددين، فقد انتهز هذه الفرصة وسلم رئيس البرلمان الإيراني مشروع قانون لإلقاء الدعم الحكومي المستمر منذ وقت طويل على أسعار الوقود والكهرباء. كما تستمر غائلة أن الرئيس أحمد نجاد يراهن على انشغال الناس بما يجري في غزة لإبعاد انتباههم عن المعاناة الاقتصادية التي تنتظرهم. أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.